course في Uniportal VATS. احنا سعيدين جدا باستضافة الدكتور ديغو غونزاليس-ريفاس مخترع جراحة الصدف بفتحة واحدة. هذه الجراحة اللي هي ابتدت من 2010 كانت أول عملية دارها منتشرة هلبة في العالم في الوقت الحالي. موجودة عندنا احنا في المستشفى في مستشفى الخليل من الأماكن القليلة اللي تدير في هذه العملية. دكتور دييغو طبعا كل يوم في دولة من في دولة أخرى يدير في عمليات في العالم كله. استضفنا احنا عندنا في المصحة ولبى الطلب ودرنا عملية أمس واليوم عندنا عمليتين تانية. I feel really good atmosphere here with a lot of colleagues coming from different cities showing a big enthusiasm in these minimal invasive techniques. أنا ودكتور دييغو مبسوط جدا بجيته لليبيا ومبسوط انه هو في الميدل ايست في الشرق الاوسط باقي الموضوع يتوسع موضوع اليونيبورتال فاتس وان شاء الله حتى اليونيبورتال راتس اللي هو جراحة الروبوت في المستقبل. وسعيد بجيته هنايا ومتوقع انه في المستقبل حيجي مرات ثانيه. اليوم حيكون عندنا زوز عمليات لاستئصال الاورام وهو مبسوط انه يقدر حيورينا شويه تريكس ويورينا كيف شغل الاورام الحقيقي يعني بالنسبه لشغل اليونيبورتال فاتس اللي هو جراحه الثقب الواحد. احنا فرحانين احنا جينا وشفنا حاجات جديده الحق. هو مش تخصصنا احنا كجراحه لكن احنا تخصصنا امراض صدريه. فاخذ العينه من المريض لو كان عنده اي امراض حمل الله الكانسر والحاجات هذه فتساعدنا على التشخيص. السلام عليكم، انا الدكتوره غاده العود اخصائيه جراحه الصدر بمستشفى الجلاء بنغازي. اتشرفت بدعوه الدكتور حسام لحضور الكورس الاول اللي يقام في مدينه طرابلس في مستشفى الخليل طريق المنظار لاجراء العمليات، وهذه تعتبر اول مره تقام في ليبيا. وبصراحه امس كان يوم ممتع ويوم علمي بالدرجة الأولى. حتكون ثورة كبيرة في عمليات جراحة الصدر سواء بالمنظار أو حالي الثقب أو بعمليات الرجل الآلي. تواجد الفيزيوثيرابي أو العلاج الطبيعي في هذا الحدث العلمي لمواكبة أي أبديتنج جديد في المعلومات اللي لها علاقة بجراحة الصدر، لأن نحن مجالنا ملازم جدا لهذا النوع من التخصصات. فمن الجيد ومن الحسن أن المتخصصي العلاج الطبيعي يرون ما يحدث من بروسيجرز أو إجراءات أثناء العمليات الجراحية